انا ما بيتهيأليش ان هو جه عندنا هنا مره وكان سعيد ومبسوط زي المره دي، طبعا بعد فوز ايطاليا ببطوله يورو، وده شيء كان هو بيتمناه وتحقق بالفعل الحقيقه، يستاهلوها. وزي ما كنت بتكلم معاه، معظم المصريين الحقيقه كانوا متعاطفين مع ايطاليا بشكل كبير، وقدرت ايطاليا انها تكون، هقول حصان اسود، مش هتكسف ان انا اقول حصان اسود، لانه ما كانش متوقع من ايطاليا انها توصل اساسا المباراه النهائيه، لكن قدموا عروض قويه، اعادوا الهيبه للمنتخب او لاسم منتخب ايطاليا، وقدروا يحققوا المستحيل ويفوزوا على انجلترا على ملعبها على ارضها وفوز جمهورها ويحققوا بطوله اليورو. وما تخافوش طبعا مش هنسى الاهلي وكذا تشيز، بس لازم اقول للدكتور وليد الحديدي ضيفنا في السادسه الف مبروك يا دكتور. الله يبارك فيك يا استاذ احمد. لا سعيد واضح عليك طبعا. انا بحتفل من ساعتها. عندك باسبور ايطالي ولا احتفل من ساعتها انا يعني. بص، حتى على مستوى والله السفر والبلد، ايطاليا دي حاله خاصه كده، غير كل بالنسبه لي طبعا، هو كل واحد ليه فيما يعشق مذاهب يعني. أيوة. بس حتى ايطاليا كبلد وكناس وكشعب وكتعامل وكروح وكل حاجه فيها مختلفه، فهي ايطاليا بالنسبه لي يعني بجد في الكوره عشق. صحيح، هي الحقيقه هي طول عمرها يعني طبعاً. طول عمرها وقدمت نجوم يعني حاجه مميزه فيها طول عمرها فعلا. كل عقد كده كل كام سنه بتقدم لك فلتة. حاجه يعني بتقدم لك حاجه. بس طبعاً لسه ما قدمتش الفلتة برضه. إيه؟ قدمت جيل بس لسه ما ظهرش يعني. لان فكر انت لو تلاحظ حاجه، وبرضه احنا اتكلمنا فيها اكتر من مره، ان المدربين اللي اعتمدت على الفريق على التيم على الجماعيه هي اللي كسبت وهي اللي كملت يعني. صح. المنتخبات اللي كان فيها سوبر ستارز وكانوا هم شايلين على اكتافهم ان هم اللي يكسبوا فرقهم خرجوا بدري. فرنسا خرجت بدري، البرتغال خرجت بدري، بلجيكا خرجت بدري. بلجيكا طبعا كملت لدور الثمانيه بس. أيوه. احنا كنا متوقعين توصل سيمي فاينل وفاينل، بس حظها كان وحش بلجيكا. طبعا دي بروين قبل البطوله واصابه هازارد، وهازارد ما كانش بيلعب بكل قوته طبعا يعني. انا مجهزين لك بمناسبه ايطاليا صوره لطيفه كده هيعرضوها لنا كمان شويه، بس خليني اخد معاك كمان بعض الارقام في الاكثر تميزا، لانه دي بالنسبه لي كانت صدمه يعني. انا مقارنه كده بين اللاعبين الاكثر تميزا في بطوله يورو 2020 وكوبا امريكا في البرازيل. خليني اقول لك مثلا انه اكثر من سجل اهداف في اليورو كريستيانو رونالدو طبعا. اكثر من صنع اهداف ستيفن سوبر، اكثر من سجل من كرات ثابته دامسجارد، اكثر من قدم تمريرات يعني ثرو باسز فيراتي، اكثر من خلق فرص دي بروينا، اكثر من قام بمراوغات ناجحه رحيم ستيرلينج، اكثر من قدم تمريرات بين المدافعين بيدري النجم الصاعد الواعد يعني النجم الاسباني، واكثر من قام بلمسات ابداعيه هو بيدري، واكثر من خلق فرص اهداف محققه برضه بيدري. ده فين؟ في اليورو. في اليورو. ايه بقى موضوع الكوبا ده؟ بص كوبا امريكا الحكايه. بص كوبا امريكا وقول لي انت ازاي اكثر من سجل اهداف ميسي طبعا. ميسي. اكثر من صنع اهداف ميسي. اكثر من سجل من كرات ثابته اكيد ميسي. اكثر من قدم تمريرات مفتاحيه ميسي برضو. اكثر من قام بمراوغات ناجحه ميسي. هو كان بيلعب لوحده ولا ايه؟ اكثر من قام بتمريرات بين المدافعين ده تنس، ده دي بطوله تنس. صحيح ميسي. اكثر من قام بلمسات ابداعيه ميسي، واكثر من خلق فرص اهداف ميسي. ميسي 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 يعني التعبير خلينا نقول شرفه الكروي. ميسي كان بيدافع عن شرفه الكروي في هذه البطوله. يعني هو داخل من اول لحظه. أيوة. وعنده ايمان وعنده اصرار. أيوة. ان خلاص هي لازم تحصل دلوقتي، لازم افوز بالكاس مع منتخب بلادي دلوقتي، لان هو كان بيتعرض الحقيقه لضغوط هائله من جوه بلده قبل من بره بلده. حتى حتى المشجعين الارجنتينيين كانوا دايما لما بيجوا يعقدوا المقارنه طبعا ايمانهم بميسي وعظمته، لكن دايما يقولوا ايه ما فرحناش ما فرحناش. فلا يعني ميسي الحقيقه قدم نسخه ميسي بقى بتاع ال 24 وال 25 سنه، ونسخه ميسي 2009 والفتره الفوران الفني. طول عمر ميسي الحقيقه، مش بس فتره 2009 ولا ما بعدها، طول عمر ميسي بيقدم لنا يعني ابداعات، لكن وصل لقمه الابداع في هذه البطوله. ايقونه ايطاليا بقى يعني، ده اعتقد الشخص اللي هتظهر صورته قدامك دلوقتي على الشاشه ده حد نشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي وقال ده جدي. جده هو يعني قال ده فرانشيسكو جده، عنده 101 سنه، عاش كل لحظات تتويج ايطاليا بالبطولات الكبرى يعني كاس العالم 34، كاس العالم 38، أمم أوروبا 68، كأس عالم طبعًا أول كأس عالم الواحد يشوفه هو يعني طفل صغير، فاكره فاكر سقراطس في البرازيل، وفاكر جيل البرازيل 82 كان جيل عظيم. طبعًا طبعًا يعني فكرة إن هم يخسروا بطولة كأس العالم أصلًا يعني طبعًا فكرة كانت غير واردة على الإطلاق. أيوه.
كاس العالم 2006 وطبعا كاس امم اوروبا 2021. يا بخته والله. ده فرح كتير قوي. طيب جاهز نفتح الاهلي وكايزر يلا بينا. طبعا خلينا نروح لفاصل ونرجع نفرد مساحه بقى للمباراه الاهم على مدار الموسم، بس بعد فاصل سريع. مهم جدا قبل ما ادخل في الكلام مع ضيفي طبعا دكتور وليد الحديدي في فكره كايزر تشيفز وارقامه وتقييمه ونقط القوه ونقط الضعف، ان انا اقول لحضراتكم نقطه اعتقد ليها يعني ليها تاثير وممكن تعمل فارق، منها انه اخر ماتش لعبه فريق كايزر تشيفز كان مواجهته للنهائي للوداد في قبل نهائي دوري الابطال. احنا بعد مواجهه الترجي في قبل النهائي لعبنا هنا اربع ماتشات، واخد راي طبعا دكتور وليد تقييمه بدايه لمرحله الاربع ماتشات اللي لعبناهم قبل ما نوصل لميعادنا في نهائي المنتظر، والفرق طبعا بين الاهلي وكايزر تشيفز ده لعب اربع ماتشات، ده مريح من ساعتها، حتى يمكن بسال اتاكدوا اذا كان في ماتشات وديه، قالوا لي لا ما لعبوش اي ماتشات وديه. شوف هي مبدئيا دي مدارس، في مدربين او في اراء تقول لك والله لما يكون عندي مباراه كبيره لا انا محتاج قدامها مثلا فتره اسبوع 10 ايام تحضير، كان انا في معسكر مغلق وبركز في المباراه واكتفي بتدريباتي وادخل على المباراه. في مدرسه ثانيه تقول لك لا انا اذا في فرصه ان انا العب ماتشات احتاج العب ماتشات رسميه واخلي لعيبتي في الفورمه، ايه المانع ما دام ده مش هياثر او يعني الضغط ده هيعمل لي مشاكل بدنيه او مشاكل في الاصابات. انا مع المدرسه الثانيه، والحقيقه الاربع ماتشات اللي لعبهم الاهلي على الرغم ان كان فيهم ضغط وده طبيعي ومنتظر يعني واربع ماتشات مع فرق اربع ماتشات مع فرق كبيره كويسة. لكن سبحان الله شكل الفرق الشكل التكتيكي للفرق وتعامل بيتسي وموسيماني معاهم ولعبت الاهلي معاهم خلال الاربع مباريات كان هدية يمكن قدرية خلت بيتسو موسيماني يقف برجليه على كل الاحتمالات اللي ممكن تحصل في مباراة كايزر تشيفز. بمعنى مباراة زي مباراة المقاولين لما الأهلي لعب والمقاولين لعب زون ديفنس اللي هو يعني دفاع مستميت. أيوة. ودي الطريقة غالبا بوهري قدام جد وأكتر وأكتر لا يعني المقاولين فعلا كان دفاع حتى الموت عملوا حيطة فعلا فهي دي الطريقة غالبا اللي كايزر تشيفز هيبدأ بيها مباراته هيبدأ طبعا مع مجريات الاحداث الحته دي والله هاجي لك فيها يعني انا حاسس انه ماتش 90 دقيقه انا مش عايز افتح في كايزر تشيفز. خلينا طب كمل كلامك على مرحله الاربع ماتشات بتوع الدوري. طيب الشكل ده او الاختبار ده خاضه نادي الاهلي ونجح فيه بيتسو موسيماني لما عمل تبديلات ما بين الشوطين وغير هو نفسه الراجل في تصريح يعني ما بنشوفوش كتير قال لك انا فهمت المقاولين غلط او درستهم غلط يعني يعني الراجل اعترف قال انا كنت متخيل حاجه ونزلت لقيت حاجه ثانيه. فالاهلي قدر يتعامل فنيا مع فريق بيلعب بزون ديفنس والحقيقه المقاولين كان عامل مباراه دفاعيه لحد طبعا ما الدنيا بدات تفك والاهلي احرز هدف في الاول مباراه دفاعيه عظيمه. هنا هو هكتب عندي ملاحظه اهميه انك تاخد المبادره دايما بتسهل الامور انك انت طبعًا. تسجل اولا دي تفتح كل طبعًا الطرق طبعًا. وتطلع ودي كل ودي تفرق مع كايزر تشيفز كمان لما نيجي لكايزر تشيفز هنتكلم فيها. الاختبار الثاني لما تلاعب فريق بيلعب كره هجوميه مفتوحه سموحه ساعتها الاهلي بسهوله قدر يتعامل لان هي دي الطريقه اللي بتوصل لعيبه الاهلي لقمه ابداعاتهم الفنيه انه يلعب في مساحات والاهلي مليان مهارات ومليان سرعات في خط الهجوم وخط الوسط والطريقه شفت دي جون الساحات اللي اتحسب اوفسايد يعني انا بص بصراحة. من الاهداف في اهداف كده تزعل الشحات طبعا جون كان حلو جدا وخساره انه يعني بعيدا عن اي شيء بس خساره جون حلو زي كده يتحسب اوفسايد. انا حتى كنت كتبت ساعتها من الاهداف الحلوه قوي بالمناسبه يعني مؤمن زكريا ربنا يشفيه كان جاب جون حلو قوي مع منتخب مصر في ليبيا كانت مباراه وديه في اسوان كره جات له كده لو تفتكر جون فان باستن في نهائي اليورو اللي هو لعبها فيرست تايم كده من الجناح الزاويه اللي هي اقصى اليمين هو جات له في اقصى اليمين وراح لعبها فيرست تايم فعلا فسقطت في مرمى ليبيا كان هدف حلو قوي اتلغى وما كانش كمان اوفسايد فده كان الاهلي قدام سموحه الطريقه المفتوحه الفرقه اللي عندها وكمان سموحه عندها مهارات وعندها سرعات لكن الاهلي قدر يتعامل معاها. المقصه من الفرق اللي عندها توازن الى حد ما يعني ما لعبش بطريقه مقفوله قوي وما لعبش كمان بهجوم بطريقه مفتوحه زي سموحه اذا ده فريق متوازن الاهلي قدر برضه يتعامل معاه ويكسب فوز كبير ويألق محمد شريف وغيره وغيره وغيره. مباراه بيراميدز مهمه للنادي الاهلي ومن مصلحه النادي الاهلي ان هي كانت اول مباراه لان الاهلي افضل مباراه اداها من وجهه نظري في الاربع مباريات فنيا كانت مباراه بيراميدز وعلى الرغم من ان الاهلي ما كسبش المباراه دي لكن فنيا
انا كنت شايف الاهلي افضل بكتير 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 حتى من ثلاث مباريات، اذا يعني لو ما كانش افضل على الاقل ما كانش اقل من مثلا المباراه اللي كسب فيها سموحه 4 او المقصه 4. لكن هو طبعا في ظروف وتوفيق وعدم توفيق وغيره، فيمكن الشوك دي لما بتيجي في وقت ما اللي هو انت بتبقى داخل مباراه كبيره، مباراه بيراميدز، وهدفك ان انت تكسب، وبيبقى عندك حاسس ان انت افضل في الملعب والطبيعي ان انت تخرج كسبان وما تعرفش تكسب، الشوك دي بيبقى محتاجها اللعيبه في الاوقات الصعبه اللي قبل مباراه كبيره زي مباراه النهائي. رب ضاره نافعه. الصدمه دي اللي خلت الاهلي يكسب المقاولين وسموحه والمقصه باستحقاق، ودي والحته دي او اللي هو اقف على الارض يعني لسه، لا انت ممكن يا اهلي ممكن في فرق ما تعرفش تكسبها حتى لو انت افضل، ممكن تعمل فرص وتبقى الافضل وما تسجلش، فلازم كل تركيزك كلاعب مهاجم وسط مدافع واتيفر انت مركزك ايه، لازم تستحضر تركيزك طول الوقت وما تتخيلش ان انت هتكسب في اي وقت. الحته دي جت من مصلحه موسيماني ومن مصلحه اللعيبه قبل مباراه كايزر تشيفز، لان الطبيعي النادي الاهلي طبعا هو المرشح وكل الناس بتتكلم، ميديا حتى في جنوب افريقيا مش بس ده اللي مخوفني والله يا دكتور وليد. ما هو عشان كده الاهلي كان محتاج تعادل بيراميدز ده علشان يعرف انه مفيش حاجه مضمونه وكايزر تشيفز تنزل تلعب وانت مركز بنسبه 100% علشان تقدر تكسب حتى لو انت الافضل في كل شيء. فانا بالنسبه لي كانت فتره موفقه جدا للنادي الاهلي بكل نتائجه حتى التعادل قدام بيراميدز. انا مش قادر افهم الفرقه دي، يعني الفرقه دي ارقام على مستوى الارقام ارقام ضعيفه جدا، مش ممكن تتخيل انه فرقه عندها الارقام دي هي اللي واصله لنهائي دوري الابطال، وده في حد ذاته برضو مؤشر يحطه قدامك. ريد لايت، لازم تفهم ايه الموضوع، في لمبه حمراء ازاي فرقه تلعب 180 دقيقه دفاع ويضغط عليها فريق بحجم الوداد على ارضها وبره ارضها، هجوم ساحق مستمر وما يسجلش فيهم ولا جون، وهم من كره واحده يروحوا يجيبوا جون يوصلوا بيه للنهائي. ازاي فرقه زي دي تكسب 4 على ارضها فريق زي سيمبا وترجع كادت ان تخسر بنفس النتيجه بالظبط؟ كان يعني برضو ضغط شامل سيبهم 4 في دور المجموعات صحيح وما عرفش يصعد صحيح. ولما اجي ابص كمان يمكن هنستعرض معاك بعض الارقام الخاصه بالمشاركه المحليه، يعني يمكن المشاركه المحليه كمان اسوأ بكتير جدا فعلا، تقول انه الفرقه دي لا مش يعني في حاجه غلط الموضوع. شوف الفرق اللي زي دي، خلينا نتكلم عن كايزر تشيفز تحديدا، بلاش كلام عام. يعني كايزر تشيفز عنده حتتين، اولا طبعا التوفيق كان مصاحبه، خلينا يعني نتفق ان حتى تحديدا في مباراه الوداد التوفيق كان مصاحبه جدا، وصعوده على حساب الوداد ما كانش هو نقدر نقول انه صعد صعود مستحق، هو خطف جون في مباراه كازابلانكا وقدر يحافظ عليه لنهايه المباراه وعلى ارضه تعرض يعني لهجوم كاسح ومع ذلك لم يستقبل اهداف. لكن كايزر تشيفز من الفرق اللي بتعتمد على بعض التكات الفنيه في خلال مبارياتها، اذا الفريق اللي قدامها قدر يوقف اذرع الاخطبوط القويه هيقدر بسهوله يقتحم هذا الفريق، يشله هجوميا ودفاعيا وتقدر بسهوله تقتحمه. ده اكيد بيتسو موسيماني، احنا هنتكلم ايه هي نقاط القوه. طب تاجل لي نقاط القوه ونقاط الضعف، تعالى نشوف ارقامه نبتدي بايه، تحب تبتدي بايه؟ يلا بينا مثلا نشوف، خلينا نخلص من الدوري الاول. طيب نشوف عمله ايه الدوري المحلي. تمام، نشوف ارقام كايزر تشيفز في الدوري المحلي. طبعا ارقام صادمه، يعني هم لعبوا 30 مباراه لحد دلوقتي، هم الثامن في الدوري، عندهم 36 نقطة. أنا كان يعني هم طبعا يعني يمكن كانوا قبل كده دايما بحس إنه أورلاندو بايرتس، كايزر تشيفز، سان داونز، دول أهلي زمالك إسماعيلي. طبعا أنا مصمم على الإسماعيلي حتى رغم إنه مستواه متراجع، بس هو طبعاً يظل واحد من الثلاثة الكبار. هو الإسماعيلي يعني دارج على لساننا دايما. يعني نتمنى صحيح. طبعا إنه يرجع نتمنى إن شاء الله. طبعا طبعا ليهم طبعا هم الترتيب الثامن في الدوري، ليهم 36 نقطة من 8 فوز و10 هزيمة و12 تعادل، واحرزوا 34 هدف وعليهم 37 هدف حتى حصيلة اهدافهم بالماينس. ده 37 هدف ده يعني في 30 مباراة، يعني معدل اكتر من هدف، اكتر من هدف في كل مباراة، هدف وربع تقريبا بالظبط. فطبعا دي ارقام ستيوارت باكستر المدير الفني بتاع هو ده بقى نقطه التحول. ما زي ما بقول لك في اوقات زي ما عمل توماس توخيل مع تشيلسي، يعني قبل وصول توخيل مع تشيلسي مع لامبرد تشيلسي مع لامبرد كان رايح في داهيه، يعني كان سيء جدا بيقدم مستويات،
خصوصا دفاعي، هم هجوميا كان لحد ما ليهم شكل، لكن دفاعيا فعلا كانوا مخترقين وبداوا يروحوا بقى المركز 9 و10 ويبعدوا حتى عن التاهل لليوروبا ليج. توخيل عمل معجزه، عمل بس ايه، هو يعني اعتمد على قدر يطلع من اللعيبه افضل ما عندهم، هو ده ملخص الموضوع. ستيوارت باكستر عرف يطلع من لعيبه كايزر تشيفز افضل ما عندهم. راجل بيروح لما بيلعب في مباراه قدام فريق اقوى منه خارج ارضه بيروح يلعب 3-5-2 وما عندوش مشكله خالص، واقرب كمان ل 3-6-1 اللي هو ستاره دفاعيه قويه. وانت بقى يعني هاجم براحتك ووريني شطارتك. مصدر قوتي انا ايه ككايزر تشيفز هنتكلم عنها الكرات العرضيه. فانت في عندك زي ما برضو توماس توخيل عنده سرعات وعنده مهاره في ميسون ماونت، عنده مهاره في حكيم زياش، فعرف يعتمد على الهجمات المرتده، يقفل برضو دفاعه بشكل صلب جدا ويعتمد على الهجمات المرتده. هي دي نقاط التحول اللي بتغير شكل موسم فريق. لو طب انا مش هتكلم عن نوركوفيتش دلوقتي، خلينا نروح لمشوار الاهلي وكايزر تشيفز في دوري الابطال، نعمل مقارنه سريعه كده بالارقام نشوف الاهلي عمل ايه في مشواره عشان يوصل لغايه النهائي، والناحيه الثانيه كايزر تشيفز عمل ايه برضو عشان يوصل للنهائي. طبعا الكايزر تشيفز لعب مباراتين اكتر من الاهلي باعتباره لعب الدور التمهيدي. أيوة. الاهلي لعب 12، كايزر تشيفز لعب 14. الاهلي فاز في 8 مباريات وكايزر تشيفز فاز في 6 مباريات. الاهلي تلقى هزيمه واحده وكايزر تشيفز تلقى هزيمتين. الاهلي تعادل 3 مباريات وكايزر تشيفز تعادل 6 مباريات. طبعا الفارق الهجومي كبير جدا لصالح النادي الاهلي، 23 هدف احرزهم الاهلي في مقابل 12 هدف بس احرزه كايزر تشيفز. الاهلي معدله يقترب من الهدفين في المباراه، لكن معدل كايزر تشيفز يعني اقل من هدف في المباراه. الاهلي استقبل 6 اهداف وكايزر تشيفز استقبل 9 اهداف، وبرضه واضح ان القوى الدفاعيه يعني تصب في صالح الاهلي. انت نسبه الفوز عندك 75% او 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 تلتين يعني 67% مثلا. تمام. هما ما عدوش 50% بالظبط. صح بالظبط. انت لعبت 12 مباراه احرزت فيهم 23 هدف، يعني تقريبا بوقع هدفين كل مباراه. هم لعبوا 14 مباراه سجلوا 12 هدف، يعني اقل من هدف في كل مباراه. بالظبط. وخلي بالك ال 12 هدف دول تلتهم في مباراه واحده قدام سيمبا، وبقيه ال 13 مباراه الثانيه كان فيهم 8 اهداف بس. صحيح. فدي بقول لك يعني احصائيات تبين لك ان الفريق بيعرف من اين تؤكل الكتف، والتوفيق كان معاه. وخلينا برضو مشوار كايزر تشيفز بشكل عام حاجه، وزي ما انت برضو الملاحظه اللي انت قلتها ستيوارت باكستر لما جه عمل، لان ستيوارت باكستر جه على مباراه الوداد. فالراجل ده برضو حط التاتش، فما تتعاملش مع كايزر تشيفز نسخه كايزر تشيفز قبل الوداد غير نسخه كايزر تشيفز تقصد مؤكد. بعد الوداد طبعا. طيب. طبعا مدرب ليه خبرات ومدرب ليه تجربه، ويعني احنا معانا احنا كمصر كمان ذكرى سيئه للاسف، لانه خرج منتخب مصر من كاس الامم الافريقيه مع منتخب جنوب افريقيا. مع منتخب جنوب افريقيا انا كنت في الاستاد في اليوم ده. كان يوم صعب. انا كنت واخد الولاد بقى ورايحين نكسب جنوب افريقيا كده يعني يلا. كان يوم صادم جدا جدا ومرهق جدا. طيب نروح لكوره كايزر تشيفز. الاهلي هيخلص طار منتخب مصر ان شاء الله باذن الله ان شاء الله، وحطوها في الاعتبار. زودوها على الدوافع، زودوها على الدوافع، عايزين زود عندك واحد ننسى اللي فات ده. طيب نروح نشوف كوره كايزر تشيفز مع دكتور وليد. المعدل العام لتحليل الطريقه او اسلوب اللعب والاستحواذ، كل دي ارقام برضو تقول لنا كوره كايزر تشيفز. هم دايما بيميلوا للكره بما ان طريقتهم الدفاعيه يعني المرتدات والكره السريعه يمكن تكون الابرز. نقرا الارقام الخاصه بكره كايزر تشيفز مع حضرتك دكتور وليد. طبعا ده ممكن يدينا شويه كمان معدل او مؤشر لشكل طريقه اداء كايزر تشيفز. هم معدل استحواذهم في المباريات 48%، واضح ان هم بيسيبوا الكره اكتر للفريق اللي قدامهم، ولما بيمتلكوا الكره بيتحولوا للهجوم. معدل الفرص الصحيحه 1 من 5، يعني من كل 5 فرص عندهم في فرصه اون تارجت بيعرفوا يوصلوا بيها للمرمى. معدل الاهداف المتوقعه 1.36%، وزي ما شرحنا قبل كده ان معدل الاهداف المتوقعه، عشان في بعض الناس بتسالنا يعني ايه اهداف متوقعه اكسبكتد جولز او اهداف متوقعه، الكمبيوتر التحليلي بيحلل كل الهجمات اللي عملها الفريق في مباراه ما، وبيشوف كم هجمه من هذه الهجمات كان ممكن تنتهي بهدف محقق بغض النظر عن عدد الاهداف الفعليه. وما عندهم معدل 1.3 هدف في المباراه. تمام. وهم ما يعرفوش يوصلوا للمعدل ده، وده برضو يديك انطباع ان هم ما بيقدروش يترجموا كل الفرص بالشكل بالمتوسط المقبول يعني. تمام. الاهداف طبعا عندهم تقريبا هدف
في كل 46 دقيقة، ومعدل التصويب على المرمى من كل 11 تصويبة في 4 تصويبات بتروح على التارجت. بس عندهم خلي بالك ان الاثنين اللي بيصوبوا يعني معدل ده، معدل التصويب ده من كل اللعيبة، لكن عندهم الاثنين المهاجمين وخصوصا نوركوفيتش من اللعيبة اللي بتصوب حلو. أيوة. وكاسترو كمان بيصوب حلو، ف يعني من الحاجات اللي لازم خط دفاع وسط الاهلي ياخد باله منها. اوكي. المعدل طبعا الشباك النظيفه عندهم 17 مباراه بشكل عام. يعني بشباك كل المسابقات التمريرات الطوليه عندهم بمعدل 39 تمريره في المباراه. المعدل العرضيات 13 عرضيه كل 554 دقيقه. العرضيات من الجهة اليمين 6 والجهة الشمال 7، لكن الجهة اليمين مؤثرة أكتر من الجهة الشمال. تمام. يعني أقل ولكن أعلى تأثير. بالضبط، هي أقل. فروزلر من الباك اليمين بتاعهم بيدافع كويس، يعني بيلتزم كتير في الجانب الدفاعي، لكن لما بيتقدم بيعمل شغل كده قريب من اللي بيعمله علي معلول، اللي هو الكرة العرضية رايحة لراس المهاجم. وكمان نوركوفيتش بيستقبل، بيعرف يستقبل. انت عارف احيانا المهاجم بيعرف ياخد العرضيه من ناحيه اكتر من ناحيه، فيه هي بتبقى عدل الجسم او تكنيك لعب. فنوركوفيتش بيعرف يستقبل العرضيه من الناحيه اليمين افضل من استقباله لما بيكون واخد الاتجاه الشمال، ودي برضو يعني ستايل لعب. عشان كده في ده يديك برضو شويه نقاط كده لازم لعيبه الاهلي اكيد اكيد طبعا درسوا كل ده بيتسو موسيماني، وعارف يوقف مين لمين خلال الماتش. لو خطوره كايزر تشيفز تساوي 100 وشلنا منه سمير نوركوفيتش، خطوره كايزر تشيفز تساوي كام؟ طيب ما تشيل نوركوفيتش ومعاه كاسترو. نشوف كاسترو 50 ولو خطوره برضو كايزر تشيفز تساوي 100 وشلنا كاسترو 25 كمان. 25 كمان، يعني انت شايف ان دول القوى الضاربه ليه؟ في كايزر تشيفز طبعا، لان هو شكل ادائهم الناس دي بتلعب عرضيات حلو. ف طول مين اللي بيستقبل العرضيات؟ هم الاثنين رؤوس الحربه، وطبعا على راسهم نوركوفيتش. فاذا انت قدرت تحرم الفريق من الاله التهديفيه اللي بتهدف براسها كويس. أيوة. واللي واقفه متمركزه وبتستقبل اي عرضيات، فانت كده خلاص خدت منه مصدرك، وعارف انت شمشون لما تقص له شعره في الاسطوره. أيوة. المعروفه يعني، فبيفقد كل قوته. فهو هذا الشمشون هو شعره نوركوفيتش. فاذا انت قدرت تتحكم، عشان كده ارجع تاني واقول بدري بانون من المدافعين اللي هيكون عليهم او من اللاعبين بشكل عام اللي هيكون عليهم دور كبير جدا، لانه من افضل لاعبي الاهلي في التعامل مع الكرات العرضيه. فلازم يكون ليه دور. قد يفكر بيتسو موسيماني في انه يحط ياسر ابراهيم بدل ايمن اشرف عشان فرق الطول لصالح ياسر ويعرف يتعامل مع عرضيات، ممكن ده يكون يعني احتمال من افكار موسيماني. وان كان ايمن اشرف حتى مع انه مش طويل، لكن عنده التيك اوف حلو جدا وبيعرف يلعب براسه كمان. لكن زي ما بقول لك هي دي معطيات المباراه، ان فريق بيلعب عرضيات. انجلترا من اكتر جابت 5 اهداف لحد ما وصلت للمباراه النهائيه بالعرضيات، ماجواير وهاري كين بيعرفوا يلعبوا عرضيات كويس. فاذا قدرت تحرمهم من العرضيات وتقف وتطلع الكوره كمدافع بشكل كويس، فانت كده حرمتهم من نص قوه. احنا ما نوصلهمش العرضيات اساسا، هو ده يبقى قفلنا البوابه. هو ده خالص. هو ده. ونوركوفيتش انا على فكره انا بحس يعني احساسي انا بحس كده انه اللعيبه دول عاملين زي الحصنه في الصايل، في ستايل بيبقى تقول من فصيله واحده. انا بحس انه سمير نوركوفيتش مع فرق المستوى بس حدش يمسكها ويقعد. شكل التكنيك تقصد؟ شكل التكنيك والستايل وطريقه اللعب وجري وطريقه الجاريه والامكانيات الجسمانيه بحسه ابراهيموفيتش بس على صغير. الى حد ما شبه في ستايل لعب ابرا كده. بس طبعا مع فرق الامكانيات يعني هو ابراهيموفيتش بتاعهم يعني بتاعه اللي هو مستوى ابراهيموفيتش ليهم بالظبط. لا هو طبعا لعيب خطير جدا، والاهلي كان يمكن بعض الصحف جنوب افريقيا ربطته بالنادي. أيوة. الاهلي في وقت من الاوقات مهاجم ممتاز، وهو زي ما اتكلمنا هو مصدر القوه ومصدر الثقه الهجوميه لفريق كايزر تشيفز. فهم اذا انت حتى معنويا اذا لقوا هذا النجم والستار بتاعهم بعيد عن الفورمه او منفصل عنهم. واحنا بنتكلم عن نوركوفيتش نشوف بعض الارقام، نشوف اللعيبه بقى بتاعتنا يعني لعيب كده تقول لنا كده قرايتك، بما ان احنا هندخل في مواطن القوه ومواطن الضعف نشوف احسن حد بيعمل كل حاجه بالظبط كده. طيب طبعا
سمير نوركوفيتش اللي بنتكلم عنه من شويه كتير، هو الهداف، احرز 3 اهداف معاهم في البطوله. اكتر واحد صوب هو برضه نوركوفيتش، 5 تصويبات على المرمى من 18 تصويبة. التمريرات بيرنارد باركر عنده 77% نسبة تمريرات صحيحة. قفشة بتاعهم. قفشة بتاعهم. هو فعلا بتاعهم. صانع اللعب بتاعهم باركر. هو احيانا بيلعب وعلى طول بيرمي لقدام، يعني في لعيبة تاخد الكرة ترجع لورا، ده يمكن على طول باصص لقدام. بص هما خلينا نكمل ارقام الاول وبعدين ندخل على الملاحظات الفنيه. التمريرات البينيه برضو بيرنر بيركر 16 تمريره. المراوغات الصحيحه برضو باركر 20 يعني مراوغه صحيحه من 38 محاوله، ودي على فكره نسبه حلوه. أوكي. بالنسبه للمراوغات دي نسبه هايله جدا. تمام. الاستخلاص الكوره من ملعب الخصم. نيجي بقى لكاردوزو اللي برضو محتاجين نتكلم عنه شويه لانه ده مهم جدا. دانيال كاردوزو ده مساك بيلعب في طريقه 3-5-2 مساك، بيستخلص الكوره افضل. المساكين بتوعهم كلهم بيلعبوا برجلهم اليمين، المعلومه برضو. بيلعبوا باليمين الثلاثه، بيلعبوا باليمين فعلا. صح فعلا. بس كاردوزو ده حاله كده بيبني عليها باكستر التكتيك بتاعه، هنتكلم عنه لما نخلص. تمام. الهجومي كمان مش بس الدفاع. الالتحامات الهوائيه طبعا بيرجع لنا نوركوفيتش ب 45 نجاح من 106 محاوله التحام هوائي. والعرضيات فروزلر اللي كنا بنتكلم عنه 28 عرضيه من الناحيه اليمين. والتمريرات الطويله اهو بقى ظهر دور كاردوزو. بانون بتاعهم. بانون بتاعهم بالظبط كده. هو باكستر لما مسك كايزر تشيفز لقى عنده نقطتين قوه. ايه هما؟ لعيب بيلعب براسه حلو قوي ان هو سمير نوركوفيتش، فراح حاطط له فروزلر الباك اليمين اللي بيرفع عرضيات حلو. قال له انت كل دورك انت بتدافع، لكن لما الكوره معانا في حاله الهجوم انت هتتقدم وترمي على الراجل ده. دي ستايل هجومي. الستايل الثاني عنده لعيب بيعرف يعمل البيلد اب من تحت حلو، بيعرف ياخد الكوره ويتقدم. على فكره كاردوزو المساك ده كتير جدا في المباراه بيسيب خط الدفاع وينضم يبقى لاعب وسط ثالث او ثاني، لان هم 3-5-2 بيلعبوا بديفندر دفاعي واحد يعني ثابت. احيانا هو كمان بينضم ودي بتعمل ثغره. هو بيحب يتقدم بالكوره وبيحب يكمل، وعنده كده ملكه انه عايز يروح ويمرر. هو بيبني حلو وبيمرر حلو، بيروح يدور على باركر ويديله الكوره. وباركر يلف يشوف كاسترو او نوركوفيتش ويديلهم البينيه، او يرقص ويشوط. او فهي دي طريقتين الهجوم اللي بيعتمد عليهم طبيعي في الظروف الطبيعيه اللي بيبتدوا بيها المباراه. خليني اسالك، لو تابعت او شفت ماتشات ليهم اضطرتهم فيها الظروف انه يتخلوا عن الطريقه الدفاعيه لان هم لازم يعوضوا او لازم يكسبوا او اتاخروا بهدف او اتنين، وبالتالي ما عندهمش حاجه يخسروها، فبيطلعوا بيسيبوا منطقتهم ويبتدوا يتحركوا. بينهاروا. بينهاروا. عايز اقول لك بينهاروا تمام. بيتحولوا لفريق درجه ثانيه. لما بتخطفهم بدري بينهاروا تمام. الوداد عمل معاهم كده، خطفهم بدري وكسبهم 4. سيمبا عمل معاهم كده، خطفهم بهدف بدري وجاب 3، وكان ممكن جدا يجيب 4 و5 لو امتدت المباراه. مظبوط. فهم يعني هذا الكيان بيفضل صامد امامك لحد ما تهتز شباكه. بمجرد اهتزاز شباكه زي ما بقول لك كاردوزو ده بيسيب الدفاع خالص وبيروح يلعب خط وسط، وبتتفتح المساحات. فروزلر ده كمان بيسيب الباك اليمين ويتقدم، خلاص بقى هو كل دوره ان هو يعمل عرضيات عشان يحاول يعوضه. فالتوفيق وضغط الاهلي، وهنا قفشه برضو ليه دور مهم. لان قفشه موسيماني استخدمه قدام الوداد في هذا الدور، لما كان في شاف خط دفاع الوداد بيتقدم بالكوره كتير، فكان دور قفشه ان هو يضغط. وفعلا من اول 5-6 دقائق ضغط قفشه وخد الكوره وخلص. حسام البدري، كابتن حسام البدري مدير فني المنتخب، شاف الحته دي في قفشه فعرف يستغله في ماتش توجو، في ماتش كينيا، وبرده قدر يعمل نفس الحكايه دي ويهدف من الضغط على المدافع واستخلاص الكوره. فاذا قفشه قعد لكاردوزو زي ما زيدان عملها مع سونج كده. سونج زيدان طبعا. طبعا. بس دي حتى كانت في لعبه يعني كان متكعبل فيها شويه وكان لسه بيحاول يبص، بس هي ضغط زيدان اللي غلطته يعني خليته ضرب. طيب خليني اسالك على ستيوارت باكستر بقى المدير الفني، وبالمناسبه يمكن ستيوارت باكستر احتمال كبير ما يحضرش المباراه من الملعب، يعني يحضر من المدرجات. ده حصل مع الوداد. المعلومات اللي عندنا لغايه دلوقتي ما جالوش التصريح العمل الخاص بيه، وبالتالي في احتماليه انه ما يكونش موجود في ملعب المباراه. ستيوارت باكستر ازاي بيفكر في مواجهه النادي الاهلي؟ هو مدرك تماما حجم النادي الاهلي وقدراته وخطورته وخبراته ورصيده كل ده، ومدرك تماما انه بيتسو موسيماني المدير الفني
كاشف كل اوراق كايزر تشيفز، لانه بالتاكيد واجه الفرقه دي اكتر في اكتر من مناسبه، حافظ اللعيبه، عارف مواطن القوه ومواطن الضعف. ازاي ممكن يكون بيفكر؟ هل يحط سيناريو منطقي، سيناريو تقليدي، سيناريو متوقع، ولا من الوارد، وده اللي كنت بسألك في الاول، قلت لك هاجي لك بقى لو عند نقطه الضعف ونقطه القوه، وارد انه يبتدي بطريقه مفاجئه لمستر موسيماني؟ فكره انه يبقى عنده مبادره او مفاجاه فكره مستبعده بنسبه 95%، لان ستيوارت باكستر من المدربين اللي مش مغامرين بالشكل اللي احنا متخيلينه. زي ما بقول لك، هو مدرب واقعي جدا، من المدرسه الاسكتلنديه الانجليزيه الواقعيه، اللي هو انا عندي امكانيات معينه هلعب على قدها ومش هحاول اخرج خارج الاطار تماما. هو كل اللي هيلعب بيه قدام النادي الاهلي اولا فكره انه يوصلك لحاله الملل، ويوصلك انه يخرجك عن تركيزك، بانك مهما تحاول انا عندي الجدران الدفاعيه بتصد اي محاولات، لحد ما النادي الاهلي يجي في الوقت اللي هو مستنيه، واللي ان شاء الله مش هيحصل باذن الله، اللي هو انت هتمل فتفقد تركيزك فتفتح في وقت ما، فيقدر هو يخطف بالطريقتين اللي هو بيعمله. برضه هو ما عندوش غيرهم، لان هي دي امكانيات فرقه، هو مش يعني ما عندوش لكريستيانو رونالدو ولا عنده هاري كين، ولا عنده يعني ما عندوش اوراق تغير له التكتيك بتاعه. هو عنده الحاجتين دول، انه هيحاول علي معلول، هو عارف ان علي معلول بيتقدم وعنده يعني شخصيه هجوميه كبيره جدا، وبطبيعه لعب الاهلي علي معلول دايما بيكون طاير في الناحيه الشمال، هو يستغل انه قد في مره يكون فيها في ثغره في الحته دي، فيقدر يلعب من عرضيه او اختراق على ناركوفيتش اللي هيكون هو الوحيد المتمركز في خط الهجوم. يعني خلينا نلخصها في انه هيبني خطته على يحاول يخطف ويجري، يعني بالزبط زي ما عمل مع الوداد. وكمان فكره الخطف، محاولته للخطف مش هتبقى بدري، صحيح هتتاخر كتير جدا. صحيح. بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا واسعدتنا كالعاده دكتور وليد، بستمتع دايما بوجودك معايا في سلسله. شكرا، وان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي نحتفل بقى بالعشره الاهلاويه، ولقب جديد يضاف ان شاء الله، رصيد النادي الاهلي ورصيد كمان مصر في البطولات الافريقيه، ويكون يعني النادي الاهلي هو جناح او يعني نسر الكره المصريه في القاره الافريقيه كالعاده. ان شاء الله باذن الله. في اللحظات اللي بنكلم حضراتكم فيها، اللعيبه نزلت من اوضها واتجهت لقاعه، يعني قاعه داخل الفندق، عشان يحضروا المحاضره الفنيه امام، طبعا زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي قدامنا كده اللعيبه متوجهه للمحاضره الفنيه اللي هيقولها مستر موسيماني. طبعا هتبتدي دلوقتي، يمكن كابتن سيد لسه بيفتح بابه واللعيبه كلها هتبتدي تدخل. محاضره هتستمر لمده نص ساعه، وبعد كده هتروح الفرقه كلها عشان تبدا اولى تدريباتها في المغرب بقى، استعدادا لمواجهه السبت ان شاء الله. صوره الرجاله اللي قدامنا ان شاء الله باذن الله موفقين ومنصورين. الحقيقه ما عنديش شك انه في اللحظه اللي انا بكلم حضراتكم فيها، جماهير النادي الاهلي في كل مكان مطمنه على فرقتها وواثقه فيها جدا، واثقين في امكانياتنا، واثقين في قدراتنا على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، وواثقين جدا 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 في جهازنا الفني بقياده مستر موسيماني. وان شاء الله باذن الله قلت لحضراتكم كل ما يتعلق بكره القدم يصب في مصلحه النادي الاهلي، يبقى التركيز والجديه والتوفيق. دول العوامل الفارقه اللي ان شاء الله باذن الله تكون معانا وتكون في اعلى مستوياتها، نتمكن ان شاء الله باذن الله من حسم البطوله، وان شاء الله نتقابل مع حضراتكم باذن الله في الاسبوع الجاي، نبارك ونحتفل بالنجمه العاشره وتتويج الاهلي ببطوله دوري ابطال افريقيا. بشكر دكتور وليد مره ثانيه على وجوده معانا، كل سنه وحضرتك طيب. الاسبوع الجاي طبعا هنحتفل الامه العربيه والاسلاميه والشعب المصري كله يحتفل بعيد الاضحى المبارك، كل سنه وحضراتكم طيبين، واشوفكم على الف خير ان شاء الله باذن الله مع بدايه اسبوع جديد في السادسه. تحياتي لحضراتكم.